صباح الخير. اهلا وصباح الخير على حضراتكم. يوم سعيد علينا وعليكم باذن الله. النهارده عندنا هنبدا بايه؟ اهلا النهارده هنتكلم عن التراث. ده شيء جميل جدا. احنا دايما بنبقى فخورين ان مصر ذاكره بتراث جميل جدا، سواء تراث مصنوع يدوي او حتى مغنى. جميع انواع التراث موجوده عندنا. شارع المعز بالامس كان عنده احتفاليه كبيره جدا بعنوان مهرجان التراث المصري الثاني، وده بينظمها متحف النسيج المصري. الاحتفاليه دي بتضم عدد كبير جدا من الحرف التراثيه اللي بيتم عرضها في شارع المعز، وفي كل عام بيتم اختيار مدينه من مدن مصر علشان تستعرض تراثها. العام الماضي او الدوره الماضيه تم اختيار النوبه لاستعراض تراثها، وهي بلد غنيه جدا بالتراث. اما هذا العام فتم الاستقرار على مدينه القاهره لاختيارها من قبل اليونسكو كواحدة من المدن الإبداعية في مجال الفنون والحرف التراثية. وبالفعل امبارح شارع المعز كان مليان بحوالي 50 عارض من يعني الحرفيين المتميزين جدا اللي قاموا بصنع حرفهم وصنع يعني الحاجات الخاصة بهم أمام الجماهير في شكل مبهج للغاية. نتمنى أنه يستمر. النهاردة هيكون معانا الأستاذ أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري ومنظم المهرجان، ونعرف منه الفعاليات اللي كانت موجودة وقد إيه متحف النسيج ده شيء مهم جدا، بيستعرض برضو يعني قدراتنا على التصنيع النسيجي على مدى العصور منذ القدم. الحقيقة أنا أهلا بشاركك الرأي، لكن كمان أتمنى أنه ما يكونش هذه الفعاليات بس داخل القاهرة وفي الشوارع الأثرية فقط، أن هي تجوب كل المحافظات. لأنه حتى وأنا بتفرج على هذا الحرفي الماهر اللي هو صاحب المهنة اللي هي عايزين نحافظ عليها والتراث، والدولة بتبذل جهد كبير جدا عشان خاطر نستمر في هذه الحرف. أنا أتخيل أنه هيشوفوها شباب كتير في المحافظات، هيبتدي يحبها، هيبتدي يتعلق بيها، عايز يتعلمها. فكرة كمان تعليم هذه الفنون ده برضو جزء مهم جدا، فأتمنى إن شاء الله أن هذه المهرجانات تجوب كل محافظات مصر. كمان النهاردة عندنا ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة، وهذا المؤتمر هيكون تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وعقد المؤتمر الصحفي الأول للكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة وتحت اسم أولادنا، وهتقام في الفترة من 27 إبريل القادم وحتى 4 من مايو برئاسة الأستاذة سهير عبد القادر مؤسس الملتقى. هنا بنتكلم على جزء مهم جدا، زي ما احنا عارفين انه هذا العام هو عام ذوي القدرات الخاصة او الاحتياجات الخاصة، وده اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام. النهاردة الفعاليات دي بتتم، بنشوف كمان حقوقهم المشروعة، وبنشوف كمان فكرة 5% اللي هي المفروض تبقى موجودة من العمالة المصرية، نشوف حاجات كتير جدا. حتى القانون والدستور المصري ذكر حقوقهم او ذكرت حقوقهم في هذا الدستور، ده مهم جدا. ازاي نفعل ده وازاي ان احنا نستمر في اعطاء هؤلاء حقوقهم بشكل مستمر، هو ده دورنا النهاردة في الاعلام. وبنتكلم على هذا الملتقى ان شاء الله، هيكون بعد الفاصل باذن الله لقائنا مع الاستاذة سهير عبد القادر باذن الله.